بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 82 بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم صلاة الجنازة؟ وإذا كان الإنسان في الصلاة وقدمت الجنازة، هل تقطع الراتبة ويدخل في صلاة الجنازة؟ وجهونا في ضوء ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلاهما نافلة، صلاة الراتبة وصلاة الجنازة، كلاهما سنة، فلا يقطع الراتبة لكن يخففها بحيث يبقى من صلاة الجنازة ما يدركه بعد السلام، ثم يكمل صلاة الجنازة كالمسبوق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أبو عبد الرحمن يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يعيش في بلد تنتشر فيه الشركيات من دعاء لغير الله واستغاثة ونذر وشد للرحال للقبور، فالسؤال يبقى يا فضيلة الشيخ: هل نتحرى في الذبائح والسؤال عن الذبائح؟ لأنني سمعت عن قاعدة: الأصل في الذبائح التحريم، لأن الشارع وضع لها شروطا، وجزاكم الله خيرا. لا شك أن الذبائح لها اهتمام، قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال تعالى: إلا لكم طعام الذين أوتوا الكتاب، قال سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعامهم ذبائحهم من اليهود والنصارى. دل على أن ما عدا أهل الكتاب من سائر الكفرة، المشركين والقبوريين والملحدين، أنها لا تحل ذبائحهم، وهذا بالإجماع، هذا بإجماع أهل العلم، لأن الله لم يستثني إلا ذبائح أهل الكتاب، لأن ذبائح الوثنيين المشركين والملاحدة نجسة، لا تطهر الذكاة لأنها ميتة، والميتة نجسة، فإذا كنت في بلد مشتبه فالورع أن تأكل من السمك مثلا، من طعام البحر، صيد البحر تأكل منه، أو لا تأكل اللحم. قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. ولكن الذي نعرفه أن الأقليات والجاليات المسلمة في بلاد الكفار لها مذابح خاصة يتولاها المسلمون. أنت تسأل عن مثلا هذه الأماكن التي يباع فيها ذبائح المسلمين، تشتري منها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعاني من قطرات في البول أكرمكم الله تخرج مني وتمتد على منتصف ساعة أو نصف ساعة، وأخذت هذه المشكلة تؤرقني كثيرا وجعلتني أسير للوساوس، حيث أنني إذا أردت أن أصلي أذهب إلى دورات المياه أكرمكم الله قبل الصلاة وأقوم بقضاء حاجتي، فهل يلزمني أن أعيد صلاتي؟ لا شك أنه إذا تأكدت 100% من خروج البول أنه ينتقض وضوءك، فتذهب إلى محل الوضوء، تستنجي، توضأ، وتغسل ما أصابه البول من ثيابك، لأن هذا شرط من شروط صحة الصلاة. ما لم يكن هذا حدثا دائما، يعني ينزل البول دائم ولا ينقطع مثل من به سلس، فهذا يتوضأ عند يستنجي ويضع شيئا على ذكره يمنع تسرب البول، ثم يتوضأ ويصلي في الحال ولو خرج البول أثناء الصلاة، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك. قال تعالى:
فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان هذا من باب الوسواس وهو ما أشار إليه السائل، كان هذا من باب الوسواس فإنه يتركه، لأن اليقين لا يزول بالشك، فإذا توضأ صار طاهرا بيقين، فإذا شك هل حر خرج منه شيء لا يلتفت إليه لأنه شك، الشك لا يؤثر على اليقين. ألا ينتقض الوضوء إلا بيقين حصول الناقض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل جمال: اشتريت قطعة أرض في سوق تجاري لعمل محل تجاري، وتم تغيير السوق، فطلبت من الشركاء أن يردوا إلي مبلغي فردوه علي، فهل عليه زكاة؟ إن كان بقي عندك إلى أن حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، أما إذا لم يمضي عليه حول فلا تجب فيه زكاة، لأنه ما كان في ملكك قبل الرد عليك، قبل الرد عليك ما كان في ملكك. نعم. يقول: شخص استلم مبلغا للزكاة لصرفها على المحتاجين حسب معرفته، واحتاج للمال لحاجته له، فهل يرد المبلغ أم يعتبر نفسه مستحق للزكاة؟ هذا وكيل، والوكيل لا يأخذ لنفسه شيئا إلا بإذن الموكل، فإذا أذن له الموكل أن يأخذ لنفسه من الزكاة إنه يأخذ، أما إذا لم يأذن فلا يأخذ شيئا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كأولاده. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر محمد يقول: كيف يزيد الإيمان؟ يزيد الإيمان بالأعمال الصالحة، بمجالسة الصالحين، بتلاوة القرآن أو استماع القرآن، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة منهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. سماع القرآن وتلاوة القرآن مع حضور القلب يزيد بها الإيمان بإذن الله. نعم. أم عبد الرحمن أرسلت بسؤال تقول: أسأل عن حكم تشقير الحواجب، وأسأل أيضا عن تشقير الشعر بالنسبة للمرأة، وهل في إزالة الحواجب بالنسبة للمرأة شيء لأن الشعر نابت على الجفن؟ لا يجوز العبث بالحواجب، لا بنمس ولا بقص ولا بحلق ولا بتشقير، بل تبقى الحواجب كما هي، فيها جمال خلقي والحمد لله، ولا يعبث بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تزيل شعر حواجبها، والنامصة هي التي تزيل شعر الحواجب من غيرها، تحترف هذا الشيء، والمتنمصة هي التي تطلب هذا، تطلب من النامصة أن تعمله بها، كلاهما ملعونة في الحديث الصحيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالأمر خطير. وإذا كان في الحاجبين أو في أحدهما عيب فإنه يذهب إلى الطبيب وينظر فيه فيعالجه بما يزيل التشويه فقط، وتشقير بقية الشعر البدن أيضا لا يجوز، لأنه تغيير من غير داعي إلا إذا كان مشوها، وهذا يزال شعر البدن يزال ولو كان سليما، لها أن تزيل شعر بدنها، يديها، رجليها، لا بأس بذلك، ظهرها لا بأس بذلك، إنما الممنوع العبث بالحواجب. نعم. السؤال للأخ هذا يقول: فضيلة الشيخ، من تكرر منه سب الله هل له من توبة؟ من تكرر منه سب الله ولو ما تكرر، لو ما تكرر فإنه يقتل، التوبة تقبل بإذن الله، لا نتدخل في التوبة، إذا كان صادقا فيما بينه وبين الله تاب الله عليه، لكن لا يسقط عنه الحد، حد الردة، يقتل ولا يستتاب، الذي يسب الله ويسب رسول لا يستتاب، لأن هذا حد الحد لا تسقطه التوبة. نعم. هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول: كيف أتخلص من قرض ربوي، علما بأنني تورطت فيه جهلا مني، وبعد أن اكتمل البيت علمت بالحكم الشرعي، فما الحل؟ الحل في التوبة إلى الله عز وجل لا تعود لمثل هذا، وهذا شيء فات، أن تأخذ منك الربا، لو أنك أخذت أنت الربا وتملكته قلنا تصدق به، لكن هو أخذ منك، فعليك بالتوبة إلى الله وعدم الرجوع لمثل هذا العمل. نعم. يقول السائل محمد: فضيلة الشيخ، لي والد يفرق بيني وبين إخوتي في المعاملة وفي أمور كثيرة، مع العلم بأن إخوتي أصغر مني عمرا، فماذا أفعل مأجورين؟ عليك الصبر والاحتساب، والوالد يجب عليه العدل بين أولاده في العطية وفي تعامل معهم، ولا يحيف أو يجور مع بعضهم، لأن هذا يورث شرا بينهم، فعليه بالعدل. نعم. يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ عن، يقول: هل يصلي الإنسان الشفع قبل الوتر وبعد قيام الليل؟ نعم، الشفع قبل الوتر، الوتر هو الأخير، الركعة الأخيرة هي الوتر من قيام الليل،
وإن أوتر بدون شفع أو صلى ركعة واحدة فقط أجزأ ذلك، لكن الأفضل أن يشفعه، أن يصلي قبله ما تيسر، على الأقل يصلي قبله ركعتين. أحسن الله إليكم. يسأل هذا أبو بكر يقول: ما رأي الشيخ في كتاب تفسير الجلالين، وما أفضل كتب التفسير في قراءتها؟ كتاب الجلالين تفسير مختصر ومفيد، ولكن فيه تأويل للصفات، يؤخذ عليه أن فيه تأويل للصفات على مذهب الأشاعرة. طالب العلم يستفيد مما فيه ويترك يتجنب تأويل الصفات، وقد قرر على المعاهد العلمية ودرسناه، ولشيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله حاشية على ما قرر منه في المعاهد العلمية، وهي مطبوعة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. الأخ سليم يقول: ما هي الأعمال التي تثبت على الطاعة في هذا الزمان؟ الأعمال التي تثبت على الطاعة: أولا الإخلاص لله عز وجل، والدعاء، يعني يكثر من الدعاء، خصوصا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. يكثر من الدعاء بأن يثبته الله على دينه، وأن يكفيه شر الانحراف. كذلك عليه بمصاحبة أهل الخير ومصاحبة الصالحين، اجتناب الأشرار. نعم. يسأل أيضا عن كفارة اليمين المنعقدة، ما هي؟ كما قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني بما قصدتم عقده على المستقبل، فإذا حنث فيها وخالفها وجبت الكفارة، قد بينها الله بقوله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. خير بين هذه الأمور 3: الكسوة، إطعام 10 مساكين، حتق رقبة. فإذا لم يجد واحدة من هذه الخصال فإنه يصوم 3 أيام. كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب. نعم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: عندي شجرة نخل تتغذى من مياه المجاري، فهل يجوز الأكل منها؟ ينبغي تركها، لأنها تتغذى بالنجس، لأن هذه الثمرة تتغذى بالنجس، تجنبها لا شك أنه أحسن وأحوط وأبرأ للذمة. نعم. يقول: هل من أكل من طعام الذي فيه لحم الإبل دون أن يأكل اللحم هل ينتقض الوضوء، وما الحكمة من انتقاض وضوء أكل لحم الإبل؟ إذا لم يأكل اللحم وإنما أكل من الطعام الذي فيه لحم الإبل فلا بأس، ولا ينتقض وضوءه، لأنه لم يأكل لحم الإبل، إنما أكل طعاما، ولو كان فيه طعام لحوم لحم الإبل لا بأس، ما يضر هذا، كما لو شرب مرقا من الإبل أو شرب لبنا من الإبل، هذا كله لا ينقض الوضوء، إنما النقض باللحم خاصة، لحم الجزور خاصة، وأما الحكمة فالله أعلم بها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ عبد الرحمن يقول: فضيلة الشيخ، أنا من سكان مدينة الدمام، وقد تم تعييني في وظيفة في مدينة الرياض مدرس، وحاليا أسكن في شقة في مدينة الرياض، وأعود في آخر الأسبوع، وفي الإجازات لأهلي في الدمام أعود، ولا أعلم متى سيتم نقلي إلى وظيفتي في الدمام، هل يجوز لي أن أقصر وأجمع الصلاة في الدمام؟ الدمام بلده ولا؟ نعم. أو هي محل عمله؟ لا، بلده، ولكنه جاء للرياض. بلده ما أحد يقول أنه يقصر فيه، إذا راح وصل إلى بلده. نعم. ولو يوما واحد، ولو صلاة واحد يتم الصلاة، لأن السفر انقطع. وكذلك في الرياض إذا كان يقيم أسبوعا كاملا ولا يذهب إلا في آخر أسبوع فإنه يتم الصلاة أيضا ولا يجمع، لأنه مقيم، انقطع سفره. أما في الطريق فيما بين الدمام والرياض فإنه يقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين، أنه مسافر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل هذا السائل ويقول: فضيلة الشيخ، ما حكم السفر لأجل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز السفر لأجل زيارة قبر من القبور، لا قبر الرسول ولا غيره، ولا غيره، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فالسفر إنما يكون من أجل العبادة في مكان، إنما يكون للمساجد 3، أما السفر لزيارة القبور فهذا حرام ولا يجوز، لأنه من وسائل الشرك. ولهذا
الحديث الصحيح. نعم أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل يا فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة للطواف التطوع ما حكمه؟ ومن قال بأنه غير وارد هل هذا صحيح؟ لا أحد يقول أنه غير وارد. الطواف التطوع هذا مستحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان بمكة يطوف بالبيت، يخرج ويطوف بالبيت من غير حج ولا عمره، لأن الطواف في حد ذاته عبادة. قال تعالى: انطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الطواف عبادة، نية أنه عبادة لله سبحانه وتعالى، ولا يشترط أن يكون في حج أو عمره، لأنه عبادة مستقلة. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل عباس يقول: فضيلة الشيخ، ظهرت ظاهرة جديدة وهي ظاهرة التعالم عند بعض الشباب وتدريسهم بدون تزكية ولا إجازة من العلماء، فما التوجيه لنا مأجورين في هذا؟ هذا خطر عظيم، ولا يجوز لمن ليس عنده علم ولم يشهد له بالعلم على مشايخه أو على دور العلم المعروفة، لا يجوز له أن يدرس، لأنه يفهم فهما خاطئا ويلقنه لطلابه. فلا يجوز أن يدرس إلا من عنده تمكن، عنده إجازة من العلماء أو من الكليات الشرعية، هذا هو الذي يدرس على حسب ما يعلم ويعرف. أما إنسان بدائي وليس عنده معلومات إلا أنه يطالع في الكتب أو يسمع بالأشرطة، فهذا لا يدرس، وهذا خطر عظيم، وهذا هو التعالم، وهذا أنتج شرا للأمة. ما حصل الخوارج، خروج الخوارج إلا بهذه الطريقة، انعزالهم عن العلماء. وكذلك في وقتنا الحاضر لما انعزلوا عن الدراسة واكتفوا بقراءة الكتب وقراءة بعضهم على بعض، حصل الانحراف العقيدة، حصل التكفير، حصل التفجير والعياذ بالله، ما يسمونه جهادا. هذا مصائب كلها من التعالم. وأيضا الإفتاء يفتون بغير علم فيضلون الناس، يفتون بخطأ يضلون الناس عن دينهم، الخطر شديد. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل عبد الله: هل يجوز مكالمة المخطوبة في الهاتف وكذلك أخذ صورة المخطوبة، مع العلم بأنني لم أعقد عليها بعد؟ وما هي ضوابط المكالمات بين الرجل والمرأة عند الخطبة؟ أما الصورة فلا يجوز أخذها بحال، لأن صورة المرأة خصوصا المرأة غير زوجتك هي فتنة عظيمة، إضافة إلى أن التصوير ملعون من فعله إلا لضرورة، من فعله إلا لضرورة. ما أخذه للهواية أو لذكريات أو لغير ذلك ولا يجوز، هذا حرام، وسيلة محرمة، مضاهاة لخلق الله عز وجل. وأما مكالمتها قبل العقد عليها إذا كان هذا لحاجة تتفاهم معها وتسألها عن أمور تحتاجها فلا بأس بذلك، أما مكالمتها تلذذا ومغازلة هذا لا يجوز، هذا حرام. نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله للشيخ على ما أجاب في هذه الأسئلة، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.